موجز الأنباء نقدمه لكم من قناة زومسات بطنجة، أهلا بكم. معطيات صادمة عن الواقع المزري الذي يعرفه مستشفى محمد الخامس بطنجة في فيديو جديد لوقفة احتجاجية نظمتها الأطر الصحية العاملة بالمستشفى، والتي يكشف خلالها أحد الأطباء عن اختلالات مهولة التي يعرفها مستشفى محمد الخامس الذي لا يتوفر على أدنى شروط الصحة والسلامة، ويعاني الخصاص الهائل في الأدوية والأطر الطبية، إضافة إلى المعاملة الغير الإنسانية واللا أخلاقية للمرضى على حد قوله. تشهد شوارع مدينة تطوان ازدحاما كثيفا خصوصا وسط المدينة، نظرا لعدم وجود مواقف كافية للسيارات، مما يجعل السائقين ينتظرون وقتا طويلا للتمكن من المرور وسط ارتفاع المنبهات وصافرات رجال الشرطة. كشفت ولاية الدار البيضاء أن الحصيلة النهائية لحادث مسجد الحسن الثاني الذي تسبب في موجة من الذعر والهلع وسط عدد من المصليات والمصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التهجد فجر يوم أمس بالساحة الخارجية للمسجد قد بلغ 81 مصابا أغلبهم نساء، وبأن فأرا يقف وراء ما حدث. كما نفت ولاية الدار البيضاء الأنباء المتضاربة حول الأسباب الكامنة وراء الحادث. وقع فريق اتحاد طنجة لكرة القدم رسميا مع اللاعب الدولي البوسني سيبوفيتش عقدا احترافيا يمتد لثلاث مواسم، ويعتبر سيبوفيتش البالغ 24 سنة اللاعب الأجنبي الخامس الذي يلتحق بصفوف اتحاد طنجة. أقدم مجموعة من شباب مدينة القصر الكبير في مبادرة تطوعية فريدة من نوعها بتزيين جدران المسجد الأعظم وأزقة المدينة العتيقة. تأتي هذه المبادرة بدعوة من جمعية حي السوق الصغير للتنمية البشرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.